هي فير بلاي اخر جزء من حصتنا اليوم، نحكيو على مدرب تونسي مثلنا احسن تمثيل في النمسا، المدرب محمد الساحلي كان تألق خاصة الموسم الماضي بخوض مسابقة الشامبيونز ليغ الأوروبية. الحقيقة سمعنا اليوم أو البارح أخبار قطيعة مع ناديه النمساوي، ولو أنه هو أكد لي منذ قليل أنه كان الأخبار قديم شوية تقريبا منذ شهر، باش ناخذ تفاصيل كل الأسباب من عنده هو. سي محمد أهلا بك. مرحبا بك خويا سلام، ومرحبا بكل اللي يسمعوا فينا. مرحبا، شنو الأمور؟ شنو أحوالك؟ والله الحمد لله لاباس. طمنا عليك، الوضع الصحي شنو هو في النمسا؟ والله كما نقولوا في تحسن كبير، معناه بدا حتى الحياة العادية بدات ترجع لمجاريها، ومعناها فما إجراءات كانت صارمة قبل تنحات بشوية بشوية، معناها بدات الحياة الطبيعية ترجع. بالتلقيح نورمالمون الناس كل تقريبا لقحت غادي تقريبا 50% لقحوا، معناها ماهوش اجباري لكن متوفر برشا، معناها اللي يحب ينجم يلقح، الظروف كما نقولوا الحمد لله ممتاز. الحمد لله. خلينا نحكي على موضوعنا القطيع، سمعنا مع ناديك في النمسا، نعرفش فولسبورغ هكا اسمه كان مش غلطه، فولسبورغ فولسبورغ فولسبورغ. علاش شنو الاسباب؟ ماهيش قطيعة كما نقولوا، بعد واحد ما عدى الحمد لله عامين ناجحين 100%، معناها عملنا نتائج ممتازة جدا في البطولة، واللي خلتنا نلعبوا الأوروبا ليج عامين على بعضها. كان طلب النادي انه نجدد من عام ناول صراحة، خاطر الاوبسيون هما جبدوا عام ناول باش نزيد السيزون اللي تعديت. كانوا حاولوا معايا مدة 6-7 شهور التالي، حاولوا معايا يقنعوني باش نزيد نجدد عميل، لكن رفضت. فهمت، ماهيش قطيعة لكن كما نقولوا كانت ودية برشا وفيها برشا احترام القرار، يحاولوا هما من ناحيتهم، لكن انا قررت معناها بعد عامين باش نعمل خطوة اخرى في كاريري. علاش رفضت؟ شنو هي الاسباب؟ كما قلت لك معناها حسيت اللي جاء الوقت المناسب، معناها واحد بعد عامين ما عادش ما عنده ما يزيد في الكلوب، وسمى واحد احسن حاجه واحد كي يوصل معناها في فتره نجاحات ويخرج خير، نتصور بعد عامين كما قلت لك معناها القرار نتصوره خديته في وقته، والوقت والتايمينج هذايا مناسب باش واحد يخرج ويعمل خطوه اخرى ان شاء الله القدام. خطوه اخرى قدام شنو معناها؟ مدرب اول معناها حاجه هكا ولا شنو بالضبط؟ للتوضيح راهو كيما نقولوا يمكن على الورق مانيش مدرب اول، لكن انا اون جينيرال معناها مدرب عام بصلاحيات مدرب اول. الخطوة الجاية نحب كيما نقولوا نخرج من النمسا نشوف. وضح لنا قبل ما نمشيو للنقطة، وضح لنا النقطة هذه، اش معناها بمدرب عام وشنو هو الفرق؟ علاش على الورق ومش مدرب أول؟ ما فهمتش. فما مدرب أول وفما ثلاثة مساعدين. البوست نتاعي تجي بيناتهم، معناها كيما نقولوا الديريكتور سبورتيف هو أو ميم تون فيلد هوف زاد اللي هو خرج، هو كان زاد على الورق مدرب اول بحكم هو عنده البرو ليسينس اللي ان شاء الله انا نكملها عام الجاي ان شاء الله. فهمت، وقت تحول لي نولي اداريا اسمي يتقيد كمدرب اول بحكم الكورونا اجلت عام، لكن واحد يزيد يصبر العام هذا. كما قلت لك علاش الخطوه هذيا وعملتها، نتصور كما الوقت مناسب برشا، والنادي هذا كما قلت معناها مجبرنيش ولا حاجه، لكن حاول لو ماكسيموم انه نزيد نجدد العقد بصلاحيات اكثر في النادي، لكن جاء مدير رياضي جديد وريت روحي بعد ما حكينا مرتين مع بعضنا احسن حاجه انه واحد يخرج توا احسن. باهي، الوجهه وين؟ ان شاء الله مع وكيل عمالي اللي هو الاولاني اللي قاعد يتفاوض مع الكيبات، فما عروض زاد زوز من النمسا لكن على طول رفضتهم كما قلت لك. الوجهة ان شاء الله تكون خارجيه اكثر منها من النمسا، ما نجمش اقول لك حتى شيء خاطر توا مازال كنت
كما نقولوا نيغوسي، وما مازال ما فماش كونكريت. ان شاء الله وقت اللي توضح الامور 100% اعطينا حتى البلاد على الاقل مساج. ما نزلش اقول لك، معناها فما في سويسرا، في بلجيكا، في المانيا، في زوز بلدان خليجيه. مازلت كما نقولوا يلزمني ناخذ وقتي، نتريث، نحاول نختار الشوا اللي يمشي رايح. فما حاجه من تونس رسميا؟ لا، باهي، معناها فما مش رسميا، فما هكا كلمات. اي كيما نقولوا عن طريق عباد، معناها اتصلوا بيا دي زاجون انترميديير واحد. باهي، انا عندي معلومه حصريه هي، وانت قول لي صحيحه ولا غلط. فما كلام على انضمامك للمنتخب الوطني في خطه تعزز ستاف تكنيك نتاع المنظر الكبير، تكون معناتها من ضمن المساعدين نتاع المنظر الكبير في منتخبه ولا لا؟ والله هذه أول مرة نسمع الكلام. نتصل كما قلت، نتصل بيا حد وما نجم نقول لك حد شيء، خاطر معلومة ماهيش متوفرة عندي. باهي، المعلومة اللي عندي يعني مساش حد، خلينا نوفرها حتى للسادة المستمعين. فما تعزيز باش يكون في ستاف تكنيك نتاع المنتخب في الأيامات الجاية، من الأسماء المطروحة اسمك أنت، اسم مهدي النفطي، وأيضا اسم سليم بن عاشور. أوكي. كما قلت لك ما عندي حتى فكرة، ما اتصل بيا حد من تونس وما نجمش نقول نقول لك كما نقولوا توا بالضبط. يلزم عندي مناجيري نحكي انا وياه، عندي اموري الخاصه زاد، وبعد نقرر. ما قبل ما نقرر وقبل ما نفكر في حاجه وهي ماهيش كونكريت ولا ما فماش حاجات رسميه زي تقريبا. يستهويك المنصب لو كان فما حاجه ولا؟ والله في كل يجي في وقته، فهمت؟ نشوف شنو هي الحاجات المفيد ديما نقولها انا، يكون بروجي سبورتيف وسيريو وظروف عمل باهية، علاش لا؟ وديما اون بليس واحد يخدم في ليكيب ناسيونال نتاع بلاده، هذا هي شرف، فهمت؟ حتى ندعمهم من قريب ولا من بعيد، هذه حاجه في الاوبليغاسيون، فهمت؟ تونس بلادي. اكيد. يعطيك الصحه، شكرا لك سي محمد، بالتوفيق ان شاء الله ليك في تجربتك الجديده، وين مش تكون ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الواحد ياخذ الشوا صحيح، وشكرا ان شاء الله. هكا نكملوا في البلاي اليوم. شكرا علي باشا في الاخراج، ايضا تقوى المديوني في الاخراج الرقمي لفيديو الكل، تنجموا تعودوا تشوفوهم على صفحتنا في الفيسبوك اكسبريس اف ام، وعلى صفحه خاصه بالرياضه اكسبريس سبور. تصريحات طارق رضوان الاعلامي المصري، كنا حكينا معاه على مقابله الاهلي والترجي، ايضا محمد المكاشر حكى على القطيعه مع الاولمبي البيجي ووجهته القادمه، ايضا حكينا مع صابر بن حموده عضو مجلس بلديه جربه ميدون، كنا حكينا على مقابله نهائي والملعب اللي باش يحضر النهائي كاس تونس، اخذ استعداد في الملعب هذا. ايضا كملنا مع محمد الساحلي المدرب التونسي اللي يعمل في النمسا، حكينا معاه على وجهته القادمه وين باش تكون. هكا نكملوا كما قلت في بلاي اليوم، سويا سمع يجيكم توت سويت في الاخبار. اجمل تحيات، اسلام المد.